نرحب بضيوفنا الكرام ضيوف الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذين تجشموا عناء السفر للوصول إلى هذه الأرض الطيبة من أجل مشاركتكم ومشاركتنا هذه الفرحة في هذا الملتقى الرابع لتمكين المرأة. سيداتي سادتي، لن أطيل عليكم لأن الوقت من ذهب، وأدري أن كل واحد منكم لديه اهتمامات وأيضا مشاغل أخرى. لأجل ذلك خير ما نبتدئ أو خير ما نفتتح به هذا الملتقى آيات من الذكر الحكيم تقرأها علينا السيدة جميلة حبيبة من أحمد الكوري، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. شكرا جزيلا للقارئة حبيبة بنت أحمد الكوري على هذه القراءة العطرة لآيات من الذكر الحكيم. سيداتي سادتي، حضورنا الكريم، ضيوفنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في هذا المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة، والذي ينظم هذه السنة تحت رعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم فاضل الداه. اختارت اللجنة المنظمة حضورنا الكريم تنظيم هذه النسخة تحت شعار المرأة في الوطن العربي وإفريقيا، التحديات الثقافية، الاستحقاقات والفرص. إذن بعد الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ننتقل مباشرة للاستماع أيضا إلى أولى هذه الكلمات التي ستلقى على آذاننا. كلمة الترحيبية لمديرة مركز المحيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم الدكتورة مكفولة من تاڭاط، فلتتفضل مشكورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السيد ممثل عمدة تفرق زينة، السيدات والسادة، ضيوف نواكشوط الكرام وضيوف ملتقى المرأة العربية المبدعة، أنتن دائما مبدعات. أيها الحضور الكريم، لقد حرصنا في مركز محيط منذ حملنا قضية المرأة شعارا أن نربط جسورا ثقافية هدفها الأسمى هو تذليل الصعاب التي تواجه نساءنا بكافة مناحي الحياة بسبيل تعبيد طريقهن نحو التمكين والثقة الكاملة. سيداتي سادتي، في الوقت الذي نجتمع في ملتقانا الحالي تعاني مئات الآلاف من النساء في قطاع غزة الصامت مع أسرهن وأبنائهن وبناتهن جراء محرقة إبادة جماعية يقوم بها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يقوم بنفس المحرقة في لبنان وفي أماكن أخرى منها. وإن هذا الملتقى فرصة لنقول للعالم أن ضمير الإنسانية مع كل قنبلة تلقى على تلك الأرض الطاهرة وسكانها العزل، فتحية إكبار وتضامن مع المرأة الفلسطينية ومن خلالها إلى كل الشعب المنافق من أجل حريته وكرامته واستقلاله. سيداتي سادتي، تمثل الرعاية السامية للسيدة التي تليها السيدة الأولى الدكتورة مريم فاضل الداه لهذا الملتقى طيلة النسخ الماضية تعبيراً صادقاً عن وعيها العميق بأهمية الدور المنوط بالمرأة المبدعة في مجتمعاتنا العربية. وإن تزامن هذه النسخة مع قيادة فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني للاتحاد الإفريقي ليضيف إلى قيادة فخامته لهذه المنظمة القارية الكبيرة حضوراً نوعياً للمرأة يحرص فخامته على تعزيز دورها وطنياً وقارياً ودولياً. إن حضوركم اليوم للنسخة الرابعة وللعام الرابع من ملتقى تمكين النساء المبدعات في الوطن العربي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار النساء العربيات والإفريقيات، التحديات الثقافية، الاستحقاقات والفرص، هو شهادة على التزام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مجسدة في شخص مديرها العام الدكتور والإداري الناجح وسفير موريتانيا المقدر محمد ولد عمر لتعزيز دور المرأة العربية تكريماً مستحقاً لإبداعاتها وإتاحة لفرص أكبر لتحتل المكانة التي تليق بها كفاعل سياسي في المجتمعات والمؤسسات العربية. فله منا ولمنظمة الأليكسو كل الشكر والتقدير، غير أن استضافة كل تلك النسخ من الملتقى في نواكشو ودعمها وتحويلها إلى واقع نعيشه بترحيب بالغ لم يكن ليتم لولا الدعم الذي حظينا به من طرف الحكومات الموريتانية وتقديرها لروح المبادرة. وهنا أزمن عاليا دعم حكومة معالي الوزير الأول المختار وليد جاي ممثلا في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بقيادة الدكتور والإعلامي اللامع الحسين بن مدو، حيث واكبت الوزارة جميع مراحل النشاط بتفاعل يذكر ويشكر. أشكر كذلك وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على رأسها الأخت صفية الطاهر المحترمة التي ظلت شريكاً طيلة النسخ الأربعة، فلهم جميعاً منا وهم وجميع المؤسسات التي تفاعلت معنا ولو بكلمة تقدير لهم منا جزيل الشكر والتقدير. وأشكر بالخصوص فندق فصل على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإقامة الضيوف في أفضل الظروف. حضورنا الكريم، إن هذا الملتقى في دورته الرابعة ليس مجرد تجمع للأفكار والنقاشات، بل هو منصة لتبادل التجارب والرؤى، ومنارة لتسليط الضوء على واقع المرأة في مجتمعاتنا وما تواجهه من تحديات ثقافية واجتماعية، فضلاً عن الأهداف التي تسعى لتحقيقها من أجل حياة أكثر عدالة ومساواة. وتأتي أهمية هذا الملتقى في أنه يعقد في لحظات تاريخية تتطلب منا جميعاً العمل بجدية على تعزيز دور المرأة وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق تطلعاتها، لذا فإننا نؤمن بأن الاستثمار في تمكين المرأة ليس فقط استثمار في الأفراد، بل هو استثمار في المجتمعات والأمم ككل، حيث أن المرأة تمثل القوة الخفية التي يمكنها دفع عجلة التنمية والابتكار، فالمرأة هي روح الحياة، بدونها يموت كل شيء كما يقول الأديب عادل سالم. وفي هذه الدورة نتطلع إلى تعزيز التعاون بين الخبراء والخبيرات والقيادات النسائية والمؤسسات الدولية والإقليمية من أجل تبادل الخبرات ووضع استراتيجيات عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لنضمن أن تكون المرأة في صدارة مسيرة التغيير والإبداع. لن أنهي كلمتي قبل أن أتوجه بكلمات خاصة بمناسبة اليوم الدولي فيما يسمى أكتوبر الوردي، لاختياره شهراً للتوعية ضد السرطان الثدي الذي يعتبر ثاني أكبر سبب للوفيات في العالم، لننتهز هذا اللقاء النسوي الهام لنرفع الوعي والتوعية والتكاثف ضد مرض يمس ملايين النساء حول العالم، داعية منكم جميعاً الاستشفاء والدعاء لكل محاربات المرض. وأخص بالذكر أختي النائبة السابق تسلمت المختار ومديرة النسخة الماضية من المؤتمر الأخت مقيلي بنت محفوظ وكل المحاربات حول العالم. أشكركم جميعاً على حضوركم ودعمكم المستمر، وأتطلع أن تكون هذه النسخة من الملتقى محطة جديدة للنجاح والإلهام، وقد حرصنا على أن ترفق بمعرض اخترنا أن نسميه امرأة وبيئة، يوضح هذا المعرض كيف انتقلت المرأة وكيف استطاعت المرأة دائما أن تتجاوز التحديات مهما كانت في الماضي أو في الحاضر، سواء كانت تحديات طبيعية أو سواء كانت تحديات تكنولوجية. أنا أتمنى منكم أن تمروا على هذا المعرض وأن تقدروا عاليا، لأن كل قائمين عليه فتيات سهرنا على أن يبرزن أعلى ما عندهن وأكثر ما يمكن أن يقدمنه من دور للمرأة وقيمة لتحديها. شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي في النسخ القادم. شكرا جزيلا للدكتورة مكفولة من تاڭاط مديرة مركز المحيط لقضايا المرأة للتنمية وقضايا المرأة والسلم. سيداتي أنساتي سادتي حضورنا الكريم، طبعا أذكركم بأن هناك معرض للمرأة والبيئة، عندما تخرجون يمكن لكم أيضا الذهاب إلى هذا المعرض وزيارته، كما قالت الدكتورة الآن هو تشجيع للمرأة، وأيضا تشجيع للمرأة التي تحدت الظروف والبيئة من أجل أن تكون مرأة مبدعة في هذا المجال. إذن سيداتي نساتي سادتي حضورنا الكريم، ننتقل الآن إلى ضيوف موريتانيا، إلى ضيوف نواكشوط. والآن ستتحدث ممثلة هؤلاء الضيوف الدكتورة جميلة المصلي، برلمانية مغربية ووزيرة سابقة في المملكة المغربية، فلتتفضل مشكورة تحت تصفيقاتكم سيداتي نساتي سادتي دكتورة جميلة المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصحاب السعادة، السادة الوزراء، السيد المدير العام للأليكسو، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يسعدني باسم ضيوف هذا المؤتمر وباسم الأخوات المشاركات أن آخذ الكلمة في هذه الجلسة الافتتاحية. فبداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمديرة هذا المؤتمر، وهي الدكتورة مكفولة الوزيرة والفاعلة التي نعتز بما تقوم به من مجهودات للنهوض بالمرأة في موريتانيا، وكذلك لتعزيز العلاقات والتعاون مع مجموعة من الدول العربية والإفريقية. اسمحوا لي كذلك أن أتقدم بالشكر لراعية هذا المؤتمر السيدة الأولى في موريتانيا على رعايتها لهذا المؤتمر وتشجيعها لمثل هذه المبادرات. أكيد كذلك أنه في بداية هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أشكر المنظمين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حفونا بها منذ وصولنا إلى هذه الأرض الطيبة المباركة، التي تربطنا بها في المملكة المغربية كثير من علاقات التعاون في الكثير من البرامج والمشاريع. حضرات السيدات والسادة، لا شك أننا في نواكشوط وفي موريتانيا البلد الطيب المبارك، بلد حملة القرآن الكريم وبلد الشعراء، وهذه تحية خالصة للمرأة الموريتانية. فشخصياً وأكيد أن كل أخوات المشاركات يتقاسمن معي هذه الملاحظة، أن المرأة الموريتانية هي نموذج في الاعتزاز بالثقافة، نموذج في اعتزاز بهويتها وذاتها، ونموذج للمرأة العربية تستحق منا كل التصفيق وكل التقدير. حضرات السيدات والسادة، لا شك أن انعقاد الدورة الرابعة لهذا المؤتمر، تشرفت بحضور الدورة الثالثة بدعوة كريمة من الأخت العزيزة الدكتورة مكفولة، والآن أتشرف بالحضور في هذه النسخة. لا شك أن الوصول إلى تنظيم الدورة الرابعة يعني أن هذا الملتقى وهذا المنتدى قد أبان عن فاعليته وعن أهميته. وكذلك في مستوى الحضور، نحن نلاحظ أن هذه الدورة تحظى بحضور واسع من دول عربية كثيرة ودول إفريقية، وهذا يؤكد أن المجهود الذي بذل لإرساء هذا الفضاء الثقافي المشترك بدأ يؤتي أكله في الوصول إلى الدورة الرابعة التي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق. هذه مناسبة كذلك لنؤكد أننا في حاجة إلى فضاءات من مثل هذا النوع لتعزيز التبادل الثقافي والفكري بين الدول العربية والإفريقية. فاليوم التحديات الثقافية أيها الحضور الكريم تحديات في ازدياد، ولا شك في بعدها الثقافي، في بعدها الاقتصادي، في بعدها السياسي، في بعدها التمكيني للمرأة بشكل عام. ونحن نلتقي اليوم في ظرف خاص، وهو الاستهداف والعدوان الغاشم على النساء الفلسطينيات واللبنانيات في منطقة عزيزة علينا جميعا، في منطقة تهفو إليها قلوب العرب وقلوب المسلمين جميعاً. فما نراه من مشاهد للتنكيل والتعذيب والتقتيل الهمجي أكيد أنها تجعلنا كضمير إنساني كضمير عربي نشعر بالأسف والألم لما آلت إليه هذه الأوضاع. نتمنى أن يصدر عن هذا الملتقى كما قالت السيدة الرئيسة قبلي هو فضاء مهم، يحقق الالتقائية ويعني منصة للتواصل لتبادل أفضل الممارسات. أكيد كل دولة تملك ممارسات مهمة وتبادلها وتقاسمها في مجال التمكين للمرأة في مختلف المستويات هو المدخل الأساسي لتطوير أوضاع أو من المداخل الرئيسية لتطوير أوضاع المرأة العربية والإفريقية عموما. نتمنى أن يصدر عن ملتقانا هذا توصيات ومقترحات تخدم النهوض بالمرأة العربية في هذا الظرف الخاص. لا يفوتني كذلك أن أتقدم بالشكر الخاص لمنظمة الأليكسو على مجهودها الكبير في التعاون مع مركز محيط لإخراج هذه النسخة من هذا المؤتمر الهام، وكذلك باقي الشركاء من وزارات هنا في موريتانيا وغيرها من الهيئات وفريق العمل الذي عمل بكل جد لإخراج هذه النسخة من هذا الملتقى. ومرة أخرى باسم ضيفات هذا المؤتمر نجدد الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه النسخة، السيدة الأولى راعية هذا المؤتمر والسادة الوزراء والسيدة رئيسة المركز، ومتمنياتنا بالتوفيق لهذه الدورة والنجاح لأشغال هذا المؤتمر، وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا للدكتورة جميلة المصلي النائبة البرلمانية ووزيرة سابقة في المملكة المغربية. نقول لكم جميعا حللتم أهلا ونزلتم سهلا في بلدكم الثاني موريتانيا. هذه أو هذا الملتقى سيداتي سادتي هو منصة إقليمية للتفكير والتبادل تديرها منظمة الأليكسو بالتعاون مع مركز المحيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم في إطار عملها على تنفيذ التزامات الدول العربية بتعزيز مشاركة النساء في أجندة التنمية. إذن حان الوقت الآن لكي نستمع إلى كلمة المدير العام لمنظمة الأليكسو المنظمة العربية للتربية والعلوم الدكتور محمد ولد عمر، فليتفضل مشكورا. هذه عيوب الخطابات الرسمية يطرأ عليها الكثير من التغييرات، واحد ما كان عنده علم بها لازم يراجع معلوماته قبل ما يدلي بالتصريح. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. معالي الأستاذ الحسين بن مدو الدكتور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، سعادة السيد الطالب والمحجوب وعمدة بلدية تفرقسينة، سعادة السيدة مكفولة بنت أحمد مديرة مركز محيط للتنمية وقضايا المرأة، سعادة الأستاذ محمد بن سيدي عبد الله الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، أصحاب السعادة السفراء، السيد محمد عبد الله الحسين رئيس السلطة العليا للصحافة والسبعيات البصرية، سعادة السيدة مهلة بنت أحمد رئيس مرصد المرأة والفتاة للسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم أيها الحضور في مدينة نواكشوط المضيافة التي تحتضن المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة تحت شعار المرأة في الوطن العربي وإفريقيا، التحديات الثقافية، الاستحقاقات والفرص. كما يسعدني أن أزي شكري وتقديري للسيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه التي شرفتنا بأن يكون هذا المؤتمر الإقليمي تحت رعايتها السامية، مما يؤكد حرصها على مواصلتها للجهود الداعمة لتمكين المرأة العربية والإفريقية. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، نلتقي بكم اليوم في انطلاق أعمال الدورة الرابعة على التوالي لمؤتمر تمكين المرأة في الدول العربية. هذا المؤتمر الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع شركائها ليكون منصة إقليمية للحوار والتفكير والتبادل في إطار عملها على تنفيذ التزامات دولنا العربية تجاه شعوبها بتعزيز مشاركة النساء في أجندة التنمية الوطنية وإبراز دور الإبداع النسائي في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدول العربية وقد أسهم هذا المؤتمر في تطوير المزايا التنافسية المستدامة في الثقافة العربية من خلال تكريس المشاركة النسائية في المجالات الإبداعية وتثمير دور النساء في حماية النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية في زمن العولمة. أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام، بمناسبة تولي فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد الشيخ الغزواني الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، تنعقد الدورة الرابعة من هذا المؤتمر تحت شعار النساء المبدعات في الوطن العربي وإفريقيا ودورهن في تعزيز التواصل الثقافي بين المنطقتين. وسيبحث المشاركون في أعمال هذا المؤتمر فرص التعاون والتآزر والتكامل الممكنة بين النساء المبدعات في الوطن العربي وإفريقيا، وسبل مواجهة التحديات المشتركة وفرص التمكين الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقتين على ضوء مؤشرات التنمية البشرية المستدامة والتزامات الدول العربية والإفريقية تجاهها. وينظم هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى في موريتانيا الدكتورة مريم فاضل الداه، وهما يؤكد الدور الريادي للجمهورية الإسلامية الموريتانية ويبرز مكانتها وإشعاعها وجهود قيادتها الرشيدة في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا السلم والتنمية المستدامة والتزامها بدعم ورعاية النساء المبدعات ليلعبن دورهن في التحولات الإيجابية التي تعيشها موريتانيا حالياً ولله الحمد. كما يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار التعاون والتنسيق بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الثقافي ممثلاً في مركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم. فلكل شركائنا جزيل الشكر وعظيم الامتنان على حسن تعاونهم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، تمثل التزامات إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية في أنشطة التنمية 2030 وتوصيات الدورة ال35 للجنة المرأة العربية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي مرجعاً لحشد الدعم والمناصرة للمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة وتمكين المرأة وتعزيز المكاسب التي تحققت على مر السنين وسد الفجوات القائمة بين الجنسين التزاماً بتوسيع نطاق الإجراءات من أجل الإدماج التدريجي للنوع الاجتماعي في السياسات التنمية المستدامة. وتسترشد التزامات الدول العربية والإفريقية بشأن التمكين الاقتصادي والسياسي والثقافي للمرأة بمجموعة من المعايير الدولية والأطر المعيارية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، رغم الإرادة السياسية المعبر عنها محلياً ودولياً ما زالت النساء في إفريقيا والوطن العربي تنشد سبل التمكين من لعب أدوار حيوية في دينامية التنمية والتغيير في المجتمعات العربية والإفريقية، وذلك رغم أن كل المعطيات تؤكد أن قيم العدالة الاجتماعية والمساواة تلعب دوراً كبيراً في النهوض باقتصادات المجتمعات وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك نحتاج اليوم إلى المزيد من التضامن بين الدول العربية والدول الإفريقية وتكثيف الجهود والمناصرة لمواجهة التحديات المشتركة وتشجيع سياسات المساواة في الفرص وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التحليل الاقتصادي واستراتيجيات التنمية. أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، تواصل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عملها مع الشركاء بهدف تشخيص وفهم كل الظروف والتحديات التي تواجه النساء في المنطقة العربية والإفريقية وتحد من حضورهن الثقافي. كما تعمل المنظمة على رصد واقتراح الحلول الممكنة ورسم مستقبل سياسات تمكين النساء في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتقديم نموذج عن روح المسؤولية والإيجابية التي يتمتع بها المبدعات العربيات والإفريقيات تجاه أفراد المجتمع من خلال مشاركة قصصهن الملهمة. وفي هذا الإطار ستعمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والتعليمية في الدول العربية بهدف تصميم وتنفيذ وتبادل الخبرات في مجال تمكين النساء للمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة وإنصافاً، وخلق زخم فعال بين الدول العربية لتفعيل مخرجات مؤتمركم هذا وتنزيلها ضمن الأطر والبرامج المستقبلية والسياسات الثقافية والاجتماعية. وفي الختام سرني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم على حسن وكرم استضافة هذا المؤتمر الذي أصبح يعقد بصفة دورية في بلاد شنقيط المنارة والرباط. كما أثمن مخرجات الدورة الثالثة السابقة للمؤتمر والتي تواصل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع شركائها متابعة تنفيذ توصياته دعماً للتوجه التي توليه المنظمة للمرأة العربية حاضراً ومستقبلاً. كما توجه باسمكم جميعاً بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المتميز، وأتمنى للمؤتمرين إقامة طيبة مريحة في بلدهم الثاني موريتانيا، ولهم مني جميعاً ألف شكر على قبولهم قدوم إلى هذا البلد المضياف موريتانيا بلاد شنقيط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لمدير منظمة العربية للعلوم والثقافة الأليكسو الدكتور محمد ولد عمر، شكرا جزيلا لكم على هذه الكلمة. سيداتي أنساتي سادتي، حضورنا الكريم يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التضامن والتواصل بين النساء في إفريقيا والوطن العربي وتكثيف الجهود والمناصرة لمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق وصول النساء إلى مركز القرار أو المراكز القرار والمشاركة في صناعة مستقبل المنظمة أو المنطقة ثقافياً واجتماعياً. سيداتي سادتي، الآن سنفسح المجال لوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الدكتور الحسين بن مدو من أجل الكلمة الافتتاحية لهذا الملتقى الرابع لتمكين المرأة. دكتور حسين، تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أستاذ الدكتور محمد ولد عمر، معالي رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، معالي السيدة مهلة بنت أحمد رئيسة مرصد المرأة والطفل، السيدة الدكتورة رئيسة مركز محيط، السيد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، السيد عمدة تفرق زينة، السادة والسيدات وزراء ووزيرات، حاضرين وحاضرات لهذا الملتقى النوعي المنظم من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة السفراء الموقرين الحاضرين معنا اليوم، السادة ممثلي الهيئات الثقافية، زملائي الإعلاميين والإعلاميات ورجالات ونساء الثقافة بموريتانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون معكم اليوم في افتتاح المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة المنعقد تحت شعار المرأة في الوطن العربي وإفريقيا، التحديات الثقافية، الاستحقاقات والفرص، وهو المؤتمر الذي يلتئم تحت رعاية السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل الداه وبتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم. إن انعقاد هذا الحدث الهام في نواكشوط عاصمة إفريقيا وتحت هذا الشعار هو تجسيد فعلي لإرادتنا المشتركة للتمكين للمرأة، فنحن ملتزمون بتطبيق إعلان القاهرة وبالخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدين كذلك أننا بحاجة إلى تعزيز المزيد من المكاسب التي تحققت وابتداع وفتح قنوات جديدة للتعاون العربي الإفريقي. وكما هو معلوم فإن موريتانيا بحساب تاريخها وحاضرها تمثل المثال الحي والتجسيد العملي لهذا التعايش والتساكن الفعلي بين العالمين العربي والإفريقي. ترأس وتتصدر رئاسة الاتحاد الإفريقي في وقتنا الحالي بلادنا، وأكملت السنة الماضية الاحتفاء بنواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية، وتعد العدة لاحتضان نواكشوط عاصمة للثقافة العربية بعد سنة من الآن، وتصدرت قائمة الدول العربية والإفريقية في مجال حرية الصحافة خلال هذه السنة. إفريقيا والعالم العربي تجسيده الفعلي في بلدنا الحالي، سواء في ماضيه، في حاضره، في مكوناتها الاجتماعية بتعددها المشهود وتنوعها البناء. لذلك بارك الله فيكم أن أحسنتم الاختيار باختيار هذا التساكن والتعايش القائم والمجسد لقارتين ولعالمين اثنين يتعايشان ويتساكنان ويمجدان البعد الثقافي بذاتية الثقافية المشتركة للفضاء العربي والفضاء الإفريقي. بورك فيكم، أحسنتم الاختيار ووفقتم في الخيار باحتضان عاصمتنا لهذا الملتقى الرابع وللمرة الرابعة في موريتانيا، مع كل ما يحمله ذلك من دلالات السعي لتمكين المرأة وتعضيد جهود موريتانيا بسلطاتها الرسمية والشعبية والمجتمعية من أجل المزيد من التمكين للمرأة، الذي لن يكون في النهاية إلا تمكين للمجتمع، كل المجتمع. شكرا لكم. أيها السادة والسيدات، يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التضامن والتواصل بين النساء في إفريقيا والوطن العربي، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق وصول النساء إلى مراكز القرار، وتأمين المشاركة في صناعة مستقبل منطقة ثقافية واجتماعية وسياسية. وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى دور النساء في بناء السلم وتحقيق التنمية في سياق التحولات الاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية الإفريقية، إضافة إلى تدارس مكانة المرأة في صناعة القرار والمشاركة في الفضاء الثقافي وآليات وسبل التمكين والاندماج الاقتصادي، على أن يتم استعراض النماذج المشرفة والمشرقة من نساء المنطقة في تجاربهن الرائدة في المزيد من التمكين للمرأة والتأسيس للبعد الثقافي المتميز. ونعول على خطة العمل والمناصرة التي ستنبثق عن هذا المؤتمر، والتي ستتولى الجمهورية الإسلامية الموريتانية قيادتها بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لدعم جهود التمكين الثقافي والاقتصادي للمرأة في إفريقيا والوطن العربي. وتظهر العديد من الدراسات أن تحقيق تعزيز حضور المرأة يلعب دوراً جوهرياً في تحسين اقتصادات المجتمعات، ويشكل تصالحاً مع طبائع الأشياء ومع طبائع العمران الإنساني والمجتمع الدولي بصفة عامة، بما يضمن حياة أفضل لكل من النساء والرجال. على الرغم من الإرادة السياسية، إلا أن النساء في الوطن العربي وإفريقيا ما زلنا يواجهن تحديات كبرى تتمثل في غياب تشجيع أو تعزيز الأطر القانونية الناظمة والحاضنة للعمل ولترقية المرأة، وصعوبة الوصول إلى مصادر القرار، وهو ما سيجعلنا نناقش كيفية تعزيز مشاركة المرأة في عملية تصنيع القرار واستكشاف سبل دعم قدراتها ومهاراتها. وإن تضافر جهودنا جميعا وتضامن النساء العربيات والإفريقيات هو ما سيجعلنا أمام أمور مطمئنة ومشجعة على المزيد من التمكين للمرأة في هذه المنطقة. أيها السادة والسيدات، لقد أكد الاتحاد الإفريقي منذ سنوات على أن تمكين المرأة هو العامل الأساسي في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك فإن النساء الأفرو عربيات ما زال المستوى المأمول فيما يرتبط بنفاذهن إلى مصادر القرار دون المستوى المطلوب، ونحن بحاجة إلى تعزيز الجهود وتكثيف المناصرة لمواجهة التحديات المشتركة وخلق بيئات داعمة تسهم في إدماج قضايا المرأة في الاستراتيجيات التنموية. ورغم أن التزاماتنا الدولية الخاصة بضمان صيانة حقوق المرأة وتمكينها تعكس قناعتنا وإيماننا بقدرة النساء على الاطلاع بأدوار حيوية في الحياة العامة، ما زال أمامنا الكثير من المواقف العوائق التي تواجه النساء في منطقتنا والتي لا يمكن تحقيق تنمية ولا تقدم دون تذليلها وإتاحة الفرصة للطاقات النسائية الخلاقة للانطلاق كي تساهم بشكل فعلي في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره ورقيه. معالي الوزراء، السادة السفراء، لقد أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني الرئيس الدولي للاتحاد الإفريقي على ضرورة التمكين للنساء والشباب وانتهاج سياسة نشطة تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة للشباب والنساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام، وإن هذه الرؤية الاستشرافية لمستقبل دور المرأة هي ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار وليد جاي على تجسيده بشكل متكامل، ترقية للمرأة، تمكينا لها، تعزيزا للأطر القانونية الناظمة أيضا لعملها، وتمكينا لها من النفاذ إلى مشاركة الواسعة في صياغة الشأن العام وإدارة الشأن العام. وقد مكنت الجهود التي بذلتها الحكومة في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة من زيادة الوعي بحقوق المرأة وتشخيص التحديات التي تواجهها، كما تم تعزيز التشريعات الخاصة بحماية المرأة، ويجري العمل دؤوبا على تقويم المسلكيات وتحسيس الصور النمطية السالبة التي ظلت تعيق تقدم المرأة الموريتانية نتيجة تضافر عديد العوامل السوسيو-ثقافية والاقتصادية. وفي هذا الإطار كان آخر تلك العتبات تأسيس قناة تلفزيونية مخصصة لهذا الغرض، وهي قناة الأسرة، دعما للمعطى أو البعد الإعلامي في تعزيز الذاتية الثقافية للمرأة ومناصرة قضاياها العادلة. وقد تم إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف النساء وخاصة النساء المنتجات والفتيات المنقطعات عن المدرسة وغير المتمدرسات بغية تحسين مهاراتهن المهنية وتعزيز قدراتهن في الولوج إلى سوق العمل، مما ساهم في تحسين وضعهن الاقتصادي. وعلى مستوى توفير الخدمات الصحية، قامت الحكومة بوضع برنامج خاص يستهدف تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والعناية الصحية، مما ساعد النساء على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. وشهدت المشاركة السياسية للنساء ببلادنا تحسناً ملحوظاً من خلال تعزيز وجودهن في مراكز صنع القرار كمنتخبات والمشاركة في العملية السياسية، حيث يصل المعدل التركيبي لتلك المشاركة إلى أكثر من 35% بالنسبة لمجالس البلدية والبرلمانية. وطموحنا أكبر إلى أن نتصالح أكثر مع تطلع النساء ومع المعايير الدولية سيما الإفريقية والعربية في تأمين نسبة مشاركة أكبر وتمثيل أكبر للنساء في الغرف البرلمانية وفي المجالس الانتخابية كذلك. أيها السادة والسيدات، تجتمعون الآن في نواكشوط، والسياق الزمني يشيب العديد من التحديات التي تواجهها المرأة إن على المستوى الثقافي أو عن المستوى الأمني، وهي فرصة لتعضيد جهودكن الهادفة إلى المزيد من التمكين للمرأة، ولكن كذلك ونحن في هذا السياق الزمني الخاص إلى استحضار خنساء فلسطين والتضحيات التي تواجهها المرأة الفلسطينية في هذا السياق. في فلسطين يقتل الإنسان في الإنسان وتموت الحياة في الحياة، وفي فلسطين تموت المرأة شهيدة تقتل وهي بنت الشهيد وأرملة الشهيد وأخت الشهيد. لذلك فرصة لنا اليوم بأن نزيد من تضامننا مع المرأة الفلسطينية في هذا السياق، وأن نجدد تأكيدنا على تضامننا معها في الظرف العصيب الذي تعمل به آلة القتل والتدمير الإسرائيلية قتلا وتشريدا وتدميرا لإخوتنا الفلسطينيين. أيها السادة والسيدات، معالي السادة الوزراء، السادة السفراء، في ختام هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل المساهمين والمشاركين في هذا الملتقى النوعي، شاكراً لهم الحضور والنقاش البناء الذي سيثرون به فعاليات هذا المؤتمر. والشكر للسيدة الأولى الدكتورة محمد فاضل الداه على رعايتها المقدرة لهذا المؤتمر، ولرئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد ولد عمر على جهود مؤسسته الدؤوبة والرامية إلى المزيد من تعزيز حضور المرأة العربية في مركز والإفريقية في مراكز القرار، ولمركز محيط والدكتورة مكفولة من تاڭاط على هذه المشاركة الدائمة والمبادرة بتنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع الأليكسو ومع السلطات الموريتانية. لكم جميعا الذين آثرتم التنقل إلى موريتانيا للمشاركة في هذا المؤتمر أخلص معاني الامتنان والإعرفان، ولكل الذين يحاضرون خلال هذا الملتقى وللتوصيات التي ستتخلصون إليها كامل التقييم وكامل التقدير والأخذ بالاعتبار من طرف السلطات الموريتانية أعلنوا على بركة الله افتتاح أشغال الملتقى الرابع للتمكين للمرأة، متمنيا لإشغالنا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا للدكتور حسين والمدو على هذه الكلمة. بطبيعة الحال سنعود الآن إلى الدكتورة مكفولة من تاڭاط من أجل ترحيب أيضا بالنواب والنائبات اللواتي حضرن معنا هذا الملتقى. السلام عليكم. أولا وأخيرا سأظل دائما أرحب بضيوف موريتانيا بضيفاتنا، وأعتقد أن المسافات التي قطعتن الطويلة جدا دليل على جديتكن وحبكن لهذا البلد، فمن هنا إلى أن تذهبوا وترجعوا إلى بلادكم مرحبا بكم في كل خطوة وفي كل دقيقة وفي كل وقت. أؤكد أيضا أنه للأسف ونتيجة لظروف الحرب التي نتمنى أن نراها قد انتهت، تأخر كثير من ضيوفنا، 7 أشخاص كلهم قطع تذكرته، وكان راقبا جدا وشخصيات بارزة، وزراء سابقون وباحثون كبار قطعوا تذاكرهم لحضور هذا اللقاء الهام، ولكن للأسف نتيجة لإلقاء بعض الرحلات ولوجود عدم أمان في الرحلات، مثلا الرحلات التركية أغلبها ألقيت خاصة إلى عمان وألقيت إلى العراق أيضا، تأخر كثير من ضيوفنا، فلهم منا التحية، ونتمنى أن نلقاهم في بزمن آمن لا خوف فيه ولا وطب، وأن تعيش أمتنا إن شاء الله مرحلة أخرى نكون فيها دائما نتنقل بدون فيزا أولا وبدون خوف من الآخر. الترحيب للجميع طبعا، حضر معنا كثير من النائبات، لن أرحب بكم لأنكم أنتم سترحبون بضيفاتكم، الضيفات ضيفاتنا جميعا والضيوف ضيوفنا جميعا، السفراء محل ترحيب دائما، ونحن نعتبر أنفسنا ضيوف عند سفرائنا، لأن كل سفير بلد وممثل لهذا البلد ويمثل السلطة العليا للبلد. أعتذر عن أي إذا لم أتناول كل شخص باسمه، فمعنى هذا أن هذا الشخص بالذات أرحب به، وأرحب أيضا بمن تذكرته وبمن نصيت على الترحيب به. أؤكد على المعرض، على المرور بالمعرض، وعلى أنه ما زالت عندنا جلسات هامة أرجو أن لا تذهبوا عنها. نمر على المعرض ونأخذ استراحة، ثم نعود إلى جلسات مهمة هي التي سنستفيد منها وهي التي ستكون مدار وجودنا هنا. شكرا لكم. إذا شكرا جزيلا للدكتورة مكفولة. طبعا الآن سنأخذ استراحة من أجل زيارة المعرض، معرض المرأة والبيئة، ثم بعد ذلك سنعود إلى جلسات العلمية لهذا الملتقى. شكرا جزيلا لكم جميعا، نلتقي بعد قليل بحول الله.